الآن الاب والابن روح القدس اله الواحد امين. النهارده 2 ابيب الكنيسه بتحتفل بشهاده القديس تداوس او لباوس او يهوذا التلميذ. واللي ممكن فاكر 25 بقونا السنكسار في شهاده يهوذا الرسول ده احد الرسل، لكن احيانا بيبقى فيه اختلاط بين الاسماء. لكن النهارده هو استشهاد القديس تداوس أو يهوذا اللي هو له رسالة في الكتاب المقدس، أو لباوس أو أخو الرب. ليه بقى؟ لأن القديس تداوس يقول عنه الكتاب إن هو أخو يعقوب ابن حلفة أو حلفة أو كلوبة. حلفة وكلوبة ده شخص واحد بس، حلفة ده الاسم الأرامي وكلوبة ده الاسم اليوناني. وحلفة أو كلوبة ده زوج مريم الصغرى اللي احد المصادر تقول انها اخت العذراء، واحد المصادر ثلاث مصادر في التاريخ قالت ان كلوبة ده كمان اخو يوسف النجار. يعني اذا القديس تداوس او يهوذا الرسول هو اخو يعقوب اللي هو بقى اسقف اورشليم بعد يعقوب الكبير، احيانا يقولوا عنه يعقوب الصغير او يقولوا عليه يعقوب اخو الرب. اذا القديس تداوس او يهوذا اخو الرب ايضا، وأخوه معناه مش معناه أخوه بالجسد، معناه أنه قريبه زي ما قلت لكم أنه هو ابن خالته. وهو يقول عنه مرمرقس اسمه تداوس، ويقول مريمتا اسمه لباوس، وكلمة تداوس يعني ذو القلب الكبير، ولباوس نفس اللقب اللي هو القلبي. لباوس اللي هي منها اللب يعني الداخل يعني، ودي كلمة أرامية، الأرامي قريب من العربي. ويقول عنه مار يوحنا يهوذا ليس الإسخريوطي، كلمة يهوذا يعني الممدوح أو المحمود، مش محمود، المحمود يعني. وهو من أسرة قريبة من المسيح، ابن خالته. وقلت لحضراتكم أن أخوه يعقوب أخو الرب اللي هو كتب الرسالة، وهو نفسه كتب رسالة في العهد الجديد اللي هي رسالة يهوذا اللي هي إصحاح واحد بس. وأحد المصادر تقول إن هو كان من ضمن الغيورين، ودي مصادر قليلة جدا. له موقف مهم في الكتاب المقدس، وهو بعد العشاء، بعد العشاء الكبير يوم الخميس، في أحاديث ما بعد العشاء بيسموه أحاديث المحبة، كان سأل فيلبس المسيح وقال له أرنا الآب وكفانا. قال له يا فيلبس معكم زمان هذا مقدار لم تعرفني، أنا في الآب والآب فيا. وبعدين قال لهم بقى لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم بعد قليل يران العالم، وأما أنتم فتروني. بعد قليل لا يران العالم، أما أنتم فتروني، إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك في اليوم تعلمون إني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، أنا أحبه أظهر له ذاتي. كلمات قوية جدا. وبعدين القديس يهوذا قال له يا سيد ماذا حدث حتى أنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ ما كانوش فاهمين القصة كويس. فأجاب يسوع وقال إن أحبني أحد يحفظ كلام، يحبه أبي وإليه نأتي عنده نصنع منزلا. يعني قال له إيه اللي حاصل خلاك هتظهر نفسك لينا مش للعالم؟ قال له القضية الخطيرة اللي يخليني أنا أظهر ذاتي، مين يحفظ وصاياي؟ الذي يحبني يحفظ كلامي. العالم مش يحفظ كلامي، أما أنتم تحفظوا كلامي. يحبه أبي
وأنا وإليه نأتي عنده نصدع منزلا. بين قال سلامي أترك لكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. ده الحادث الوحيد اللي مذكور عن مار يهوذا أحد التلاميذ، وهو أخو ربنا اللي هو ابن خالته يعني، بس أخوه دي معناها في الألفاظ اليهودية إن هو قريبه يعني. بعد حلول روح القدس عليهم يوم 50 بشر مع التلاميذ في اليهودية والسامرة والجليل، وبعدين نزل عند أدوم. أدوم دي اللي هي منطقة العرب اللي هي شمال الجزيرة العربية، وبشر في بلاد العرب في الحجاز والحتة دي، طلع على سوريا وراح ليبيا، وبعدين راح منطقة ما بين النهرين اللي هي العراق وإيران، العراق وفارس، وصاحب تومة في منطقة فارس، وبعدين راح مع برثلماوس أرمينيا. ولكن ارتبط اسمه بقصة غريبة جدا يذكرها مصدر واحد في التاريخ. يقال انه في منطقة اسمها أداسة، يقال انها منطقة في ما بين النهرين، دي كانت مملكة وحدها يعني، مدينة كده نتيجة انها كانت مدينة عظيمة بقى ليها مملكة لوحدها، وكان في ليها ملك اسمه أبجر. القصة دي ليها وثيقة واحدة منشورة بس ترجع تاريخها لقرون مش محددة. ان الملك ده سمع عن المسيح وقت المسيح ما كان على الأرض، وكان هو عيان عنده مرض، فبعت المسيح وقال له سمعت أنك تستطيع أن تشفي كل الأمراض، هل يمكن أن تأتي إلينا وتشفي أمراضنا؟ فيقال أنه ظل الملك ده موجود، وأن رحله القديس مار يهوذا، وراح وقال له الرسالة بتاعتك وسط المسيح، وأنا جاي علشان أتمم لك الشفاء، وشفاه والمملكة دي أمنت. الكلام ده يقوله يوسابيوس القيصري ويقوله جيروم القصة دي. ويقال إن في الرسالة دي محفوظة في مكان ما. المهم إنه راح القديس يهوذا مع القديس سمعان القناوي في منطقة شمال فارس، والقصة حكيتها لكم في يوم استشهاد القديس سمعان القناوي، ان هما راحوا هو الاثنين، هو القديس يهوذا، وكان اول ما دخلوا المدينة كان في الملك بيستشير كهنة الاوثان، الشياطين تظهر لهم وتقول لهم قول الملك يعمل كذا. اول ما دخلوا القديس يهوذا والقديس سمعان القناوي، الشياطين سكتت، قعدوا كهنة الأوثان يقولوا سكتوا ليه؟ قالوا في اتنين دخلوا المدينة ما نقدرش ننطق وقتها، فراح جريوا على الملك وقالوا في اتنين لازم تقبض عليهم وإلا الشياطين مش هتتكلم. فجابهم وقال لهم انتوا ايه حكايتكم؟ قالوا له اولا عايزين نقول لك ان الشياطين دي بتقول لك كلام مش مظبوط. قال لهم ازاي؟ قالوا لهم قالوا لك ايه؟ كان وقتها الملك ده محضر الجيوش بتاعته لان تاني يوم كان راح يحارب الهند، فقالوا له والشياطين قالت له روح حارب هيحصل دم كتير وهتقعدوا في حرب طويلة. قال لهم الشياطين دي بتقول لك كلام مش مظبوط، بكرة هيجي لك مندوب من ملك الهند يطلب صلح، اصطلح معاه. وفعلا تاني يوم جه ملك الهند بعت مندوبين واصطلح، فالملك بتاع المنطقة دي شعر انهم قديسين، امن بالمسيح والمنطقة كلها امنت، وقال لهم بشروا زي ما انتوا عايزين. راحوا بشروا في كل فارس، وفي النهاية راحوا مدينة معينة هاجموا عليهم الوثنيين واخدوهم رجموهم وضربوهم بالسهام. ووقتها مار يهوذا كان معاه القديس سمعان القناوي، قال له انا شفت المسيح وهو بيدعوني انا وانت ليه في السماء النهاردة، احنا هنقدم حياتنا شهداء. وفعلا استشهدوا هم الاثنين. القديس مار يهوذا له رسالة قوية جدا، هي رسالة تحذيرية من المعلمين الكذبة. كان وقتها الغنوسية انتشرت
في الكنيسة. الغنوسية دي قلت لكم قبل كده كانت فكرة فلسفية في القرن الثاني، وبعدين فلاسفة بقوا مسيحيين، فجمعوا بين الفكر الفلسفي اللي بيتكلم عن المعرفة وبيتكلم عن إن المادة شريرة وبين المسيحية. هو بقى قال إنه كان عايز يقدم لهم كلمات عن الخلاص، لكن الأحداث اللي تمت دي عايز يكلمهم عن الإيمان. الرسالة دي فيها حاجتين مهمين قوي. الوحيد اللي اتكلم عن الشجار أو الخناقة اللي حصلت بين الملاك ميخائيل وبين الشيطان على جسد موسى النبي، هي رسالة إصحاح واحد في عدد 9، وهو الوحيد اللي اتكلم على إن أخنوخ اللي صعد للسماء بجسده، بيقول عنه أخنوخ السابع لأنه هو الحفيد السابع لآدم، هو الوحيد اللي قال إن في نبوة قالها. وتقول لي إيه النبوة دي؟ كانت نبوة تحذيرية من إن العالم لو ما قدمش توبة ربنا هيبيد العالم، وهو وقتها حصل بالطوفان. الرسالة من 1-4 بيتكلم عن الإيمان المسلم للقديسين، من 5-19 بيتكلم عن دينونة الأشرار، 20-25 بيتكلم عن الجهاد. هو يدعو نفسه في الرسالة عبد لربنا يسوع المسيح، يقول يهوذا عبد ربنا يسوع المسيح. تقول لي ليه؟ اقول له عشان هو بالجسد قريبه، فما كانش حابب ان حد يظن ان هو له مكان اعلى، فقال عن نفسه ان هو عبد ربنا يسوع المسيح علشان يبين ان هو خاضع تماما ليه. بس يقول ايه بقى؟ يقول الى المدعوين المقدسين فالله الاب والمحفوظين ليسوع المسيح. قوي جدا. مدعوين مش اي حد، الدعوة دي هي دعوة خاصة بإيه؟ بالقداسة المقدسين. ليه؟ عشان نحفظ. لإيه؟ نكون لربنا يسوع المسيح. كل واحد منكم النهاردة يعيد على ما سمعوا الكلمة دي، مدعوين مقدسين محفوظين لربنا يسوع المسيح. انت لو عرفت انت كمسيحي مدعو لإيه؟ انت مدعو مش انك تعيش حياتك في الأرض، انت مدعو لحياة القداسة في المسيح. عشان كده في كل مرة يجي لك افكار مرتبطة بالعالم، قول لنفسك كده: لقد دعيت يا فلان الى القداسة في المسيح، لا يجب ان تترك تلك الدعوة. وبعدين يقول رحمة سلام محبة، وهو كلماته مختصرة لكن عميقة جدا. رحمة سلام محبة، ودي الثلاث كلمات بتوصف التلات علاقات. علاقة بيننا وبين ربنا رحمة أنه يرحمنا، علاقة بيننا وبين نفسينا سلام، علاقة بيننا وبين الآخر محبة. كلمات محددة تصف عمق الحياة، رحمة سلام محبة. وبعدين يقول كنت أود أن أنا أكلمكم عن الخلاص، ولكن النهاردة هكلمكم عن الإيمان المسلم مرة للقديسين. ويمكن أن نضع هذه الآية في برواز ونحطها ونقول هي دي الكنيسة. الكنيسة هي الإيمان المسلم مرة للقديسين. وأيضا ثلاث كلمات تصف عمل الكنيسة. الإيمان، تحت منه بقى نحط كل ما هو إيماني. المسلم من مين والمين؟ مسلم من المسيح شخصيا إلى الرسل، يروح لمين؟ للقديسين. بس في النص يقول مرة، علشان إيه بقى؟ نفهم إنه لا يوجد تغيير ولا تطوير ولا نقصان ولا زيادة ولا إمكانية أن يدعي أحد أنه يمكن لتلك الكنيسة المسلمة من المسيح للرسل أن يأتي أحد ويغير فيها حرف واحد. عشان كده الآباء الشهداء استشهدوا لأجل هذا الإيمان المسلم مرة للقديسين، والآباء المدافعين على الإيمان قالوا استحالة نغير حرف واحد، هو ده الإيمان المسلم مرة للقديسين. وقانون الإيمان المكتوب هو قانون يصف هذا الإيمان المسلم مرة للقديسين. ما يجيش حد يقول بقى معلش هنعمل شوية تطوير. عايز يا حبيبي؟ يقول أصل هنعمل شوية تطوير. يعني إيه؟ يعني نخلي مثلا كهنوت المرأة، نقول له استحالة.
يقول يعني هنخلي مثلا ممكن نقول بدل الروح القدس منبثق من الاب منبثق من الاب والابن، نقول له استحاله. يقول معلش هنخلي بقى الايمان ده ممكن انه نتهاون شويتين في الاسرار، ما نخليش في حاجه اسمها اسرار، نقول له استحاله. ليه؟ ايمان مسلم مره واحده للقديسين. عشان كده هي دي عقيده الخلاص. هل يمكن ان يتغير خلاص ربنا يسوع المسيح؟ هل يمكن ان يكون الخلاص ناقص ويحتاج تطوير؟ هل يمكن ان يكون هذا الخلاص كامل الا اذا امنا بانه مسلم مره للقديسين؟ عشان كده كلمه مسلم اللي استخدمها ماري يهوذا في اليوناني تيجي بمعنى تقليد، باراتي دنيا، تقليد. هو سلمه مرة واحدة وصار هذا تقليد يسلم من جيل إلى جيل، مهما تعاقبت الأجيال، مهما كانت الأزمان، مهما كانت التطورات، طلعنا القمر نزلنا تحت، هو إيمان مسلم مرة للقديسين. بولس الرسول يقول عنه يا تيمساوس احفظ الوديعة، إيمان مسلم مرة للقديسين. ويقول كده لتيمساوس ما تسلمته مني بشهود كثيرين اودعه أنت أناس أمناء يكونوا أكفاء أن يسلموا آخرين أيضا. ويقول ماري يهوذا على الناس اللي بتغير بقى، يقول دخلوا خلسة للكنيسة. خلسة يعني من غير، وكلمة خلسة في اليوناني تيجي بمعنى واحد اتهرب سرا، اتهرب خفيا، يعني ما خدناش بالنا فجأة لقيناها وسطينا، فجأة لقينا خدام وسطينا بتتكلم كلام مش أرثوذكسي، نقول له خلي بالك ده مش الإيمان المسلم. خلسة لقينا حد في وسطينا وقف على المنبر يقول إيمان مش مظبوط، أقف قل له هذا الإيمان ما استلمناهوش. كل من يتكلم ضد الإيمان الأرثوذكسي هو تهرب خلسة داخل الكنيسة. يقول كده بولس الرسول بقى عنه جملة، ماري يهوذا يقول جملة غريبة جدا، يقولوا حولوا النعمة إلى دعارة. يقول يا نهار اسود ازاي؟ اصل الغنوسيين دول والناس دي قالوا ايه؟ قالوا مفيش حاجه اسمها جهاد، النعمه والمعرفه تخلص. فيقول ايه؟ يقول يعني ايه؟ يقول يعني مفيش مشكله في اي خطيه. ماري يهوذا يقول اذا حولوا نعمه الخلاص الى دعاره. ليه بقى؟ لان وقتها يبقى اللي بيزني يزني واللي بيخطي يخطي، مفيش مشكله، مفيش جهاد، مفيش توبه. فيقول كده، هو يقول اني ازاي الكلام ده، تعالوا بقى نبص. فيقول بقى شوية نقط مهمة جدا. يقول اني اخنوخ السابع اللي هو الحفيد السابع قال نبوة على ان الله سيدين الخطاة. عايز يقول منذ القديم القانون على ان الخاطي يدان. فازاي دلوقتي جايين نتكلم على ناس بعد ما أخذنا النعمة إن الخطية لا تدان؟ فيقول كمان إني يقول إنه إن إذا كان الملائكة اللي سقطوا لم يشفق عليهم، يعني إذا كانت ملائكة تحمل صفة ملائكية لما سقطت لم يشفق عليهم. ويقول إن في نهاية الأيام هيبقى هذا الانحلال، ويقول نفسانيون لا روح فيهم. يعني ايه نفسين ولا روح فيهم؟ يعني بيعيشوا بالشهوة، مفهومش عمل روحاني. وبعدين يقول إذا كان ربنا قال الكلام ده وخلى الملاك ميخائيل نفسه يتشاجر مع الشيطان لألا يأخذ جسد موسى النبي اللي كان واللي قال له لا ينتهرك الرب يا إبليس. معنى هذا ايه؟ إذا كان رئيس الملائكة نفسه كان عمل جهاد، هو الشجار ده معناه جهاد، ما بالكم إحنا كبشر ما نجهدش؟ عشان كده يختتم بيقول أما أنتم احفظوا بقى التسليم في محبة ربنا. يقول إزاي؟ يقول منتظرين رحمة ربنا. يرجع تاني لنفس ثلاث كلمات، ارحموا بعضكم بعضا، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس. يعني مش بس تتوب عن الأمور الداخلية، ده أنت لو لابس توب وقعت بيه في خطية اكره التوب ده يا أخي.
ما بالك جسدك، ما بالك روحك ونفسك الداخلية. قد كده بيقول التوبة مهمة، يعني إذا كنت تقدم توبة عن التوب اللي لبسته كارهين التوب المدنس. وبعدين يختتم بتسبحة يقولوا غالبا كانت موجودة في الكنيسة الأولى، يقول القادر أن يجعلكم غير عاثرين يقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا. حط خط بس تحت كلمة الإله الوحيد الحكيم مخلصنا، إن المخلصنا دي راجع على مين؟ على الإله. إذن يقول الإله مخلصنا. مين الإله مخلصنا؟ ربنا يسوع المسيح. الإله الحكيم اللوغوس الوحيد الابن الوحيد مخلصنا. هو مار يهوذا كان كلماته مختصرة بس قوية جدا، الإله الحكيم حكم اللوغوس الوحيد اللي هو وحيد الجنس الابن مخلصنا فادينا، له المجد والقدرة والسلطان من الآن وإلى دهر الدهور، أمين. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.